السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدموا واحد كلاصاج وشوكولا اللي كيجي صراحه رائع، وكيجي الشكل ديالو بحال الميغوار اللي كيعجبكم بزاف. دوزوا معايا ديريكتوم عندكم المقادير. كما شفتوا عندي الشوكولات، عندي 150 غرام ديال الشوكولا نواغ، عندي 120 غرام مليليتر ديال لا كريم فريش، وعندي 70 غرام ديال الزبده، وعندي 30 غرام ديال السكر سنيده. دوزوا معايا ان شاء الله، نشعلوا البوطه ونديروا لا كريم فريش يسخن. ديريكتومون شعلنا البوطه، غنقص عليها شويه، غندير ديريكتومون بسم الله لا كريم فريش. وغادا ندير السكر سنيد 30 غرام ديال السكر سنيد. غنبقى نحرك باش يدوب ليا واحد السكر. صراحة ما بغيتش حلوة بزاف، انا هاد كلاصاج الشوكولا كيجي ما حلوش بزاف. هاد القياس اللي درت ديال السكر، اللي بغى الحلاوة الشوكولا تكون حلوة بزاف يقدر يزيد. دابا من يسخن هي كما شفتو، غادي ندير الشوكولا ديالي وغنبقاو نحركو، ما نحبسوش التحريك، وغنقص البوطه ونخليها غير شويه، ما توقفوش من التحريك. غنحرك بحال هكا باش ما يديرش لكم كبيرات. غادي يدوب ان شاء الله كله، التمر والزبده كلها غادا نديرها ونبقى نحرك. ما تحبسوش التحرك ملي ديروا الزبده كلها. الزبده هي اخر حاجه كديفوها. راه الشوكولا ديالي وجد، غنحاول نطفي عليه وغنخليه حتى يبرد ونرجع معاكم. كما قلت لكم شتو تبارك الله، كما قلت لكم كيتزاد مع الزبده والشوكولا ولا كريم فريش كتولي كونتيتي تبارك الله كثيره. نقدم لكم كلاصاج ديالي الشوكولا، هو هذا راه هو برد. باش نديروه سخون خاصنا الصراحه نديروه سخون، خاصنا نديروه يكون بارد. بسم الله صراحه كيجي رائع. دابا تشوفوا معايا ان شاء الله من بعد ما يبرد. دابا بقى لي غنديرو في الثلاجه، نخليه حتى يبرد ونرجع معاكم باش نقدمو ليكم. كما شفتوا الكلاصاج والشوكولا ديالي جا رائع، جا بحال الميغواخ. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وبقى لي غنقول لكم بالصحه والراحه والى اللقاء.